هذا تسنيم، انا متجوز بقالي 10 سنين. تمام، 10 سنين. ايوه، وعندي ثلاث اولاد. عندي ثلاث اولاد، بنتي كبيره في سنه رابعه ابتدائي، وعندي ولدين ثانيه ابتدائي وطفل صغير يعني لسه عنده سنتين. تمام، ربنا يبارك لك فيه. انا كنت مسافر بره البلد. الله يعزك ويرزقك. انا كنت مسافر بره البلد، قعدت فتره طويله يعني لحد 2015 تقريبا، من 2005 حتى حوالي 12 سنه يعني. ايوه. المهم، انا متجوز من ست محترمه، مش عايز اقول غير كده. هي موظفه. أيوة. بس انا انسانه عنيده بشكل غريب فوق الوصف وفوق الخيال. تمام، عنيده معاك في الحياه جداً يعني جداً. لما انت تاخد قرار هي عايزه تاخد عكسه. عنيده معايا، هو عكسه تماما. تماما عكسه في كل شيء يعني. انا بجد طب ممكن اسالك، هي بتعند معاك ليه يا ابو جنى؟ انا ما اعرفش، انا مش قادر افهم ليه. بتعند كلمتها ولا بتعند؟ ايه شكل العند؟ انا كلمتها طبعا ده. وكلمتها بين عن الولاد، وكلمتها بيني وبينها، ولدرجه ان انا يعني مش عارف اوصف لك ازاي. زعلت مني وراحت عند اهلها مره واثنين وثلاثه، واكثر المرات كانت بتروح، والناس كانت بتروح تصلح بينا وبقول لها بنتي انت غلطانه، واللي انت بتعمليه ده غلط، يعني انت ليه الاسلوب بتاعك ده؟ بعدين احنا عندنا مشكله كبيره. طول الوقت مش عايز اقول لحضرتك 24 ساعه مشغوله بالتليفون وبالانترنت، وبتكلم دي وبتحدث دي وبتسال على دي وتوصل دي بدي باسلوب انا تعبت منه. طب استاذ اشجان كانت بتسالك ايه شكل العند ده؟ يعني بتعند على ايه؟ احكي لنا مثلا اخر موقف. انا لما تعبت من مساله التليفون دي، اخذت منها خطوط التليفون. خدت التليفون كله؟ ادي شوف، خدت الخط التليفون خطوط بس. خط التليفون اخذت يعني مقابل، انا خدت الخط بتاع التليفون الاس اي ام. تمام، اخذت الخطوط بتاعت الاثنين، اخذت منها التليفون، اخذت التليفون بتاعي. يا نهار، هي واحده قصاد واحده. حصلت، اقسم لك بالله الند بالند، والله ما بكذب على حضرتك، انا بجد بكلمكم، انا تعبت. انا يعني جرب اللين معاها، يعني جرب اللين. جربت انك تبقى لين هين معاها، تاخدها بالحنيه. انا ما هو انا بقالي 10 سنين لين وهين وحنين، بس احنا اولادنا بتضيع مننا يا جماعه. اولادنا بتضيع، اولادنا بتشوف انا الولاد بتعمل حاجه. طب لما بيغضبها ويوديها عند اهلها، مين اللي بيرجعها؟ مين اللي بيرجعها لما بتروح بيت اهلها؟ اهل الخير يعني، اهل الخير، اهل الخير. طب ما بترجعش على شروط يعني؟ ما بنحطش واحد اثنين ثلاثه انا عايزها ترجع. ممكن مثلا، بصي، اول حاجه هي ما بتديش فرصه لحد ان يتكلم اساسا. هي طول الوقت اللي هي احنا ممكن نكون مثلا 10 رجاله بنتكلموا، وهي الحمد لله مكفيانه في الكلام وزايده كمان. فالناس بيحاولوا ان هم يحلوا المشكله ديت، ان هم يجربوا المسافات، ويلا يا بنتي وبيتك ومش عارف ايه، وخدي بالك من ولادك، ومش عايز بالبلد تخلعوا يعني. يعني يعني كل مره اللي بيحصل تلصين، خلي عشان المركب تمشي وترجع البيت، لكن المشكله نفسها ما بتتحلش. اصل ايه المشكله مش هتتحل غير لو انتوا الاثنين اتكلمتوا صح. ما انا اخر مره ديت كانت قبل العيد اللي فات ده، وقعدت معاها وقلت لها يا بنتي تعالي لو سمحتي ولادنا ناموا، نتكلموا مع بعض، نحطوا عشان خاطر العيلين دول. ايوه تمام. فانا بس انا راس الموضوع. طب هي قالت لك ايه لما قعدت كلمتها كده بالشكل ده؟ انا عمري ما شفت معاك حاجه كويسه، انا عشت معاك اسود ايام حياتي، انت ضربتني، انت اهنتني. إيه؟ انت فعلا انا ضربتها، انا ضربتها بس بتقلب الترابيزه عليه. ماشي. يعني طيب، اقسم لك بالله العظيم، بس تسيبني وتمشي اروح وراها في المكان الثاني. طب ممكن ارجوكي اتكلم معاكي، هنحط يعني عشان خاطر عيلين تبدا اسطوانه جديده. انا بجد انا كمان بنتعب. تمام. طيب، أي انا بصراحه ربنا. طب ما جربتش ان انت خلاص نكتفي بهذا القدر ومش هكمل معاها وخلاص عند اهلك بقى، وانا الحل النهائي بقى يعني مش تطلقها؟ تمام. بس ان انت تهديد بيلوح بان الحياه تنتهي. تمام. اول كلمه لما بيحصل بيني وبينها خلاف والدتها، طبعا انا بيني وبين والدتها خطوتين يعني. تمام، هي في الشارع اللي قدامي. كويس. والدتها لو حضرت تقول لها سيبي لي الاولاد ويلا بينا. طب انا طفل عنده سنتين، انا اعمل بيه ايه؟ اعمل معاه ايه اصلا؟ وانا احنا قاعدين لوحدنا. تمام، هي بتقول لك اسيب لك العيال بعضها وتروح. هي مش بتقول لي ده، مامتها اللي بتقول لها سيبي الاولاد ويلا، وتسيب الاولاد وتمشي فعلا، تاخد التليفون بس وتسيب الاولاد. طب خليها تسيب الاولاد، وهات حد تاني هقومك عليها اهو. خليها تسيب الاولاد.
لا اصل يعني ما احبش الزوجه تتعامل يعني انا طبعا مهم في المشاكل بنسمع حضرته ونسمعها برضه لان هي ممكن هي يبقى لها وجهه نظر بس النماذج اللي حضرتك بتقولها يعني فكره الردود اللي هي بتقولها لو كلام زي ما حضرتك بتقول يعني انا سامعه ان انت عايز تعيش يعني عايز تعيش عايز تكمل انا عايز اعيش انا عايز مثلا ولادي يعني احنا يعني الولاد طبعا في الفتره اللي فاتت دي فتره طويله والولاد قاعدين في المدرسه ففي ملل الولاد مثلا بس الولاد لما احنا انا نفسي راجل انا تعبان ببقى عايز ارتاح لان في شغلي تمام هي عندها شغلها ممكن بتروح فيها ايام بسيطه في الاسبوع فهي عندها وقت فاضي كتير صراحه يعني تمام بس شغله وقتها الفاضي ده كله ايه بالتليفون وبالمحادثات طب هي مهتميه بيك كده وبتلبس وبتهندم وحطاك من اولوياتها كزوج ان انا بلبس لا مش ليا امال مين ممكن مثلا تروح الشغل اوكي تلبس وتمام هي راح الشغل انما في البيت عادي عادي خالص يعني مقصره معاك برضه تمام كزوج والله مقصره صراحه انا مش عايز افتري عليها في ديت بقى انا من وجهه نظر يا ستي مش مقصره انا مسامح في حقي انا بس في حق اولادي طب روحك بسيط والله يبان عليك طيب باين عليك هنجاوبك الله عليك باين عليك هنجاوبك حاضر خلينا ناخده هو في الاول يا استاذه اشجان ده يبقى حله ايه ده والله اللي في الحالات دي لازم اسمعها يعني لازم اسمع الزوجه عشان ما اديلوش حل وهي يبقى يعني بنسبه كبيره في اجزاء من القصه دايما تبقى مثلا وجهه نظره هو انما وجهه نظرها انما في كام جمله قاسيه جدا قالها يعني ازاي ماما بتقول امي وسبيل العيال يعني انا بتكلم على دور اهل مقوينها مش مفهمينها يعني ايه انا عشان كده سالته هي كزوجه موفيه معاك لو كانت هي مش مقصره معاه وبتلبس وبتتزوق وبتتهندم فهي بس عايزه تتظبط في شويه حاجات الطريقه بتاعته هي فاهمه هي مش فاهمه يعني ايه زواج مش فاهمه دوره النقطه الثالثه حته انه طيب زياده ممكن يكون عند بعض النساء ان انا مش هممني اي رد فعل هو يعمله فبالتالي اصل هو العند عباره عن ايه عباره بس عن هو مش مساله طيب زياده يعني هو بياخد ردات فعل زي انه سحب الخط من التليفون لما لقاها طول الوقت قاعده على التليفون طب ما هو ده اجراء مش انه يعني مش عارف يتصرف بس انا اعمله مع بنتي ما اعملوش مع زوجتي ليه لان انا لما الاقيك تعمل كده طب والله هجيب خط تاني او يعني انا هدور على طريقه اغيظك زي ما غصتني هي عملت كده فعلا ففكره ان انا احلف ما انت خارجه احلف ما فيش دخول لماما الحاجات اللي هي بتبقى فيها فرض انا بشوف الحته اللي انا املكها وافرض رايي عليكي فيها بتبقى صعبه شويه ليه لان اساسنا في الجواز حوار يعني انت قلت ان قعدت معاها اكتر من مره وبتسيبني وتقوم يعني هي دي كذا جمله قالها كارثيه يعني ازاي ان انا اكون بتكلم معاكي ان احنا عايزين نصلح وانت ما بتهتميش للنقطه دي ان احنا عايزين نربي الولاد هو هدفه الاساسي ان صعبان عليه الولاد ورغم كده هي مش مكترثه بالنقطه دي ان ماما بتقول سيبي له الولاد فانا فكره ان هي بتغضب وبتروح بيت اهلها الناس اللي بترجعها ازاي بدون ما احط لان انا زي ما انت بتقولي كده بنطلصق كده الدنيا لا يا جماعه بتبقى زي بركان كده وانت عماله تردمي وبعد كده بينفجر مره واحده كل شويه هينفجر لانك بتردمي عليه تراب ما بتشيليش طب يعمل ايه يا استاذه اشجان والله انا شايفه ان انت يعني تجبرها على قعده بوجود حد مش من اهلها يعني حكم يعني حد ان انت لازم هنقعد وانا متضايق 1 2 3 ولو طلعنا بالمعروف شكل الحياه يبقى ايه فلازم تديها الخيار ده ان خلي بالك ان ممكن البيت يتخرب ان ما تأزمش نفسك بانك هتحس انك هتتلص قوي بعيل عنده 2 سنين هتلاقي بدلها 1,000,000 بنت عندها استعداد حتى لو عاشوا مع زوجة اب شديده شويه بس انت اللي هتحكم في الموضوع غير ان الطفل يتربى وسطكم بكميه المشاكل والضغط النفسي ده انا ما بقومكش عليها بس لازم هي تبقى فاهمه انت اول مره تبقي بتقولي كده بشكل حاسم ومشجع موضوع الانفصال يعني. لان انا ما احبش ان هي الزوجه تلوي احد الطرفين يلوي دراع الطرف الثاني عشان عارفه مش هعرف ارمي له العيال مش هيتحاسب العيال ولاقي الام بتقوي الحته دي عارفه اللي بيحصل ان بقول معلش واصبر لما بلاقي البنت فيها حته مش فاهمه شويه وغشيمه وداخله واهلها مش فاهمين
او طيبين، انما الام هي اللي بتشجع خراب البنت، فده بيبقى محتاج اوقفوا يا جماعه، لان انا البنت ملهاش مرجعيه. لما انت بتعمل موقف وانا ببقى نفسي اصالحك فيه وبكلم ماما، ماما بتقويني ما اصالحكش. طبعا احنا العهد على الراوي، يعني طبعا ولازم تتسمع الكلام اللي وصلنا يعني بناء على كلام حضرتك. صحيح. لكن طبعا ممكن لما استاذ اشجان تسمع من زوجتك الوضع يختلف والرؤيه تختلف. بالزبط. ويكون هي عندها تفسيرات للحاجات اللي انت بتعني تقول انا ما بعملش كده الا لما هو بيعمل كده. طيب أمنا